لما يطمح له المواطن. يعني أنت ذكرت نقطة جدا حساسة، كثير من المستثمرين يشكون الابتزاز داخل العراق، وآخرهم السفيرة الألمانية لما قالت شركات تدرين إحنا سروحنا بالكهرباء مرتبطة بسيمنز، وسيمنز أكثر من مرة تعاقد. أنا عندي تعقيب على ما ذكر الدكتور بخصوص المستشفيات اللي راح تبنى أو هي مبنية لكن بإدارة أجنبية. إحنا ما محتاجين كوادر، احنا محتاجين اجهزه، محتاجين ابنيه، محتاجين اسره. هاي وحده. دكتور هاشم الكندي ايضا ذكر نقطه مهمه، قال الاستثمار في العراق غير جاذب للاموال. صحيح. احنا المستثمر عندنا بالعراق بشرش مدلل. نعم. شلون مدلل؟ يجي نطي قطعه الارض مجانا. نعم. ملايين الدونمات، ونطي فوق الارض قرض. نعم. وهو يحدد السعر. انا كنت مطلع ونزلت هي الاتفاق ويا نجيب ساوريز انه يبيع ضمن سعر السوق، مدلل لك مو حقيقيه. لا هاني شوف هسه طرحت بالاعلام، هسه تجيك الايام المية تكذب الغطاس على قولة اهلنا. الامارات بنيت بالاستثمارات. انا اول مره اسمع، وعمري ما شاء الله كبير. نعم. اعرف المستثمر يجيب جنطه فلوس ويجي. احنا شوف 4 مليار يسوي له القاع حرثه. انا المستثمر اجي انطي قرض، عاد انا سويت يعني كانك يا ابو زيت ما غزيت. نعم. لو يجي يجيب امواله، اولا احنا الخبره العراقيه لا تعاب بالهندسه، وبنينا عندنا كانت يدر الدكتور، عندنا كانت شركات رصينه. صح. اليوم العظيم وتاج المعارك، هسه ما علينا مسمياته والفاو، بس بنت من الجسر ذو الطابقه وبنت لنا كثير. لو يجينا مستثمر باحتبار احنا قد نكون نمر بازمه اقتصاديه ويجيب لنا فد كم مليار زينات نبني بيها، وبعدين نقدر هو من خلال مبيعاته ياخذ ارباحه وياخذ راس ماله. اما انا اجي انطي ارض وانطي قرض ويحدد لي سعر الوحده السكنيه. نعم. ومثل ما ذكرتي حضرتك الوحده السكنيه تباع بكذا مليون دولار، وانا ما يستفاد من الفقير. ليش ما اروح على مشاريع واطئة الكلفة؟ ليش ما اروح على مشاريع حقيقية؟ ليش ما احمل مستثمر؟ وذكرتي هذا طبعا هو جد، هذا اصلا عراقي المستثمر اللي اجى من امريكا وقارب تزوني واجت الفصائل الكذا والهيج وضغطوا علي، او بقيت احنا حايرين.